هدعو معالي السيد عبد الإله ابن كيران رئيس حكومة المملكة المغربية والتي ستترأس القمة. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ونواله. فخامة الرئيس سيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية رئيس القمة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، حضرات السيدات والسادة، أود أن أجدد شكري وامتناني لفخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ومن خلاله الحكومة والشعب المصريين على ما وفروه لنا من ظروف جيدة لعقد أشغال الدورة 26 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة هنا بمدينة شرم الشيخ. ولا يسعني إلا أن أشيد بالقيادة الحكيمة لفخامة الرئيس لمداولاتنا أثناء هذه القمة العربية والتي كان لها الأثر الإيجابي في بلوغ جملة من الأهداف التي تم تحديدها منذ مدة، وهذا ليس بغريب عن جمهورية مصر العربية الشقيقة التي تتبوأ مكانة كبيرة ومرموقة داخل الأسرة العربية وفي العالم أيضا لتجندها الدائم والموصول لخدمة القضايا العربية العادلة. كما أود التنويه بروح التفاهم والتضامن التي سادت إشغال اجتماعنا وبالمساهمات القيمة للوفود العربية الشقيقة وبالمجهودات الخاصة التي بذلها معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية وطاقمه، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، إذ نختتم بهذه الجلسة أعمال الدور 26 للقمة العربية على أرض مصر المعطاءة، يطيب لي أن أعلن عن استعداد المملكة المغربية احتضان الدورة العادية المقبلة 27 للقمة العربية السنة المقبلة إن شاء الله تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتشرف بلادي واعتزازها باستقبال قادة الدول العربية الشقيقة. والله تعالى أسأل أن يسدد خطانا على درب التضامن والالتزام بصدق الإخاء وحسن الجوار والعمل المثمر البناء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.